أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب من أبواب كتاب الكافي الشريف تحت عنوان باب في ان الائمه عليهم السلام يزدادون في ليله الجمعه الحديث الاول من احاديث هذا الباب عن ابي يحيى الصنعاني عن ابي عبد الله قال قال لي يا ابا يحيى ان لنا في ليالي الجمعه لشانا من الشان قلت جعلت فداك وما ذلك الشان قال يؤذن لارواح الانبياء الموتى عليهم الصلاه والسلام وارواح الاوصياء الموتى عليهم السلام وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها الى السماء حتى توافي عرش ربها فتطوف به اسبوعا وتصلي عند كل قائمه من قوائم العرش ركعتين ثم ترد الى الابدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد مُلئوا سرورا، ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير. هذا الباب حول أن الله سبحانه وتعالى من لطفه وفضله على الرسول وآله وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يزيدهم علما، لأن العلم لا نهاية له، لا حدود له، فالله سبحانه وتعالى يفيض عليهم في كل ليلة جمعة علما جديدا، طبعا قد مر سابقا ان الله سبحانه وتعالى قد علم رسوله جميع احكام الشريعه واكمل له الدين ونزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا في يوم الغدير. فرسول الله يعلم جميع أحكام الشريعة، وقد علمها أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام والأئمة من بعده. فعلومهم بالنسبة إلى الشريعة لا تزداد، لماذا؟ لأنهم يعلمون جميع الأحكام. وأيضا الأحداث التي وقعت والتي ستقع الله سبحانه وتعالى قد انبأها لهم، قد اخبرهم بها. وقد مر سابقا ان الله سبحانه وتعالى قد علم رسوله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما هو كائن. ورسول الله صلى الله عليه واله قد علم هذه العلوم حسب رواياتنا لأمير المؤمنين والأئمة من بعده وحسب روايات غيرنا علمها الصحابة كما مر تفصيله فإذا علم ما كان القضايا التي وقعت في الماضي والقضايا التي ستقع في هذه الكرة الأرضية أيضا محدودة على رغم كثرتها الله سبحانه وتعالى علمها جميعا لرسوله والأئمة من بعده، ولكن مع ذلك العلم لا حد له، هناك علوم أخرى سنشير إليها، الله سبحانه وتعالى فضله على الرسول وآله وعلى الأنبياء كثير، وكان فضل الله عليك كبيرا، ومن فضله انه يزيدهم علما. في آية الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله ويقول: "وقل رب زدني علما"، لأن العلم غير محدود، والله سبحانه وتعالى غير محدود، أما الأنبياء والأئمة فهم محدودون، فلذلك باستمرار الله سبحانه وتعالى يعلمهم. وكيفية هذا التعليم بتشريف لهم، الله سبحانه وتعالى طرق تعليمه للأنبياء، وللأئمة، هذه الطرق مختلفة، مثلا حينما الله سبحانه وتعالى يوحي إلى أنبيائه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء هذه طرق في الوحي اما يرسل رسول فهذا الرسول يوحي باذن الله سبحانه وتعالى الى الانبياء ما يشاء الله سبحانه وتعالى واما يلهمه مباشره الهاما يلقي في روعه واما يخلق الصوت كما كلم موسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام بخلق الصوت من الشجره وكلم الله موسى تكليما هذا بالنسبه الى كيفيه الوحي بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام قد يعلمهم عبر رسول الله صلى الله عليه واله وقد يعلمهم عبر التحديث مع الملك وقد مر سابقا تحديث الملائكه لفاطمه الزهراء سلام الله عليها وللائمه عليهم الصلاه والسلام، وقد يعلمهم بطرق اخرى بالالهام مثلا، فاذا الطرق مختلفه، ومن تشريفهم انه يختار المكان المناسب لهذا التعليم، أنه احيانا التعليم يكون في اي مكان رسول الله صلى الله عليه واله كان ينزل عليه الوحي في اماكن كثيره تاره في المسجد وتاره هو في الصلاه وتاره في غار حراء وتاره هو راكب على ناقته وفي اماكن مختلفه، لكن احيانا الله سبحانه وتعالى يريد تشريفا خاصا ومزيه خاصه في مكان خاص وفي زمان خاص، هذه انواع من التشريف، فالله سبحانه وتعالى يريد ان يشرف الرسول واله وكذلك الانبياء بان يعلمهم باستمرار. وهذا التعليم مستمر الى يوم يرث الله الارض ومن عليها. والطريقه هي ان الله سبحانه وتعالى يقبض ارواحهم الى العرش. اما الاموات فمن قبورهم او في الاماكن التي هم موجودون فيها الله سبحانه وتعالى يعرج بروحهم الى العرش واما الامام الحي ايضا كذلك الله سبحانه وتعالى يقبض روحه لكن ليس قبضا يوجب الموت الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الانسان تارة الله سبحانه وتعالى يقبض روحه قبضا كاملا هذا هو الموت وتارة لا في حال النوم الله سبحانه وتعالى يتوفى الانفس يقبض الارواح لكن ليس قبضا تاما فتبقى علقه بين الجسد وبين الروح وهذه الروح الله سبحانه وتعالى يقبضها إلى السماء إلى حين يستيقظ هذا الإنسان من النوم ترجع إليه، لكن حينما هي منفصلة عنه في حال نومه ليس انفصالا تاما، لأن الانفصال التام هو الموت. انفصال جزئي، يعني الروح منفصلة عن الجسد، لكن ارتباطها بالجسد يبقى. زين. فلا مانع ان الله سبحانه وتعالى كما يقبض الارواح جميعا في حال النوم وهم احياء لم يموتوا كذلك يقبض روح الامام الحي الى العرش وهو حي بدون ان يقطع العلاقه بين هذه الروح وبين جسده اما بالنسبه الى الاموات فقد مر سابقا ايضا ان الادله دلت على ان الانسان بجسده هذا في يوم القيامه يحشر المعاد جسماني، يعني الماده والجسم الذي كان للانسان في هذه الحياه الدنيا بتفصيل سياتي في بحوث لاحقه، الله سبحانه وتعالى نفس هذا الجسد يحييه بإرجاع الروح إليه في يوم القيامة بلا قادرين على أن نسوي بنانه ولكن من حين الموت إلى حين البعث في يوم القيامة هذا البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون في هذه الفترة الله سبحانه وتعالى حينما يقبض أرواح الأموات يخلق جسدا مثاليا فيجعل هذه الارواح في هذه الاجساد المثاليه مؤقتا الى يوم القيامه حيث ترد الى الاجساد العنصريه الاصليه التي كانت لهم في الدنيا، يعني هذا الميت حينما يموت الله يقبض روحه فيجعل هذا الروح هذه الروح في قالب مثالي كقالب الجن والملائكه الان الجن والملائكه موجودون يعني كل انسان معه ملكان او اكثر معه شيطانان او اكثر لكن الانسان لا يراهم لا يمكن الاحساس بهم احساسا ماديا الله سبحانه وتعالى حول الشياطين يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لماذا؟ لأن أجسامهم أجسام مثالية ليست أجسام عنصرية لا يمكن بالحواس الخمسة أن نشعر بها بس الآن مثل مثال يعني أيضا طبيعي الآن الأمواج الإذاعية والأمواج التلفزيونية والأمواج الفضائية هذه الأمواج الآن موجودة في هذا المكان وفي كل مكان وهي عناصر مادية أجسام مادية لكن لا نشعر بها، لماذا؟ لأن حواسنا الخمس عاجزة عن التقاط هذه الأمواج مع أنها مادية، الملائكة أيضا ليسوا مجردين كما يزعم البعض، المجرد يعني ليس بمادي، الشيء الوحيد الذي ليس بمادي هو الله سبحانه وتعالى. لكن الملائكة أجسامهم لطيفة، فأرواحهم في هذه الأجسام، والجن كذلك أجسامهم لطيفة، لا يمكن الإدراك بها عبر الحواس الخمس. زين، الإنسان حينما يموت الله سبحانه وتعالى يخلق جسمًا مثاليًا، والروح تنتقل إلى هذا الجسم المثالي مؤقتًا. فيأكلون ويشربون إذا كانوا مؤمنين. أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون زين فالأنبياء الأموات والأئمة الذين مضوا هؤلاء أرواحهم في أجسام مثالية وأما أجسامهم فهي في السماء حسب ما يستفاد من الروايات، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع أجسامهم إلى السماء. فهذه الأرواح تنفصل انفصالًا جزئيًا عن الأجساد المثالية إلى العرش. وأما الإمام الحي في ليلة الجمعة فروحه تنفصل أيضًا لكن انفصالًا جزئيًا إلى العرش في ليلة الجمعة. زين يذهبون إلى العرش. ماذا يصنعون هناك؟ يطوفون حول العرش ويصلون عند كل قائمة من قوائم العرش لأن العرش له أربعة قوائم يطوفون حوله ويصلون عند كل قائمة من القوائم والله سبحانه وتعالى يلهمهم العلم إلهاما وهذا علم عظيم جدا كما ذكرنا ليس علم الشريعه لانه قد علمهم علم الشريعه بشكل كامل وليس علم ما كان وما يكون وما هو كائن من القضايا والاحداث لان الله سبحانه وتعالى ايضا علمهم ذلك وانما علم اخر قد يكون هذا العلم المعرفه يزدادون معرفه بالله سبحانه وتعالى لان الله غير متناهي فمعرفته لا حد لها فالله سبحانه وتعالى يزيدهم معرفه باستمرار وقد يكون علم ما لم يكن وقد يكون علم اخر لا نعلم حقيقته وماهيته لان الله سبحانه وتعالى فضلهم بالعلم واراد ان يستمر في فضله عليهم بذلك العلم في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: "ولولا ذلك لأنفدنا". يعني شنو لولا ذلك لأنفدنا؟ النفاد يعني الانتهاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "ما عندكم ينفد، وما عند الله باق". لأن نحن محدودون، وكل شيء لنا إلى النهاية ولولا ذلك لأنفدنا يعني شنو يعني أفرضنا الآن نمثل مثال حتى يتضح كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تلميذ دخل في المدرسة درس الصف الأول هذا يزداد علما بمقدار الصف الأول درس إلى الصف الثاني يزداد علما إلى الصف الثاني وهكذا كلما صعد صفا ودرس فيه ازداد علمه اذا ترك الدراسه علمه يتوقف لا يزداد نقول علمه انتهى اكو بعض الناس لهم درجه من العلم نقول هذا علمه وصل الى حد انتهى بعد ما بزياده لكن اذا هو يواصل الدراسه يواصل المطالعه هو يواصل التدريس والتفكر نقول علمه ليس منتهيا، لا هذا العلم ده يزداد. الامام يقول: ولولا ان الله سبحانه وتعالى يزيدنا علما لتوقف علمنا عند الحد الذي علمنا سابقا. والله سبحانه وتعالى لا يريد لهم ذلك. يريد كمالهم، لذا باستمرار يفيض عليهم العلم فضلا منه ورحمه. زين. هسه هذه المساله امر من الغيب الذي كشف عنه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ما الفائده في معرفتنا بهذا الامر الفائده في ذلك نحن لو علمنا مقامات الانبياء والائمه عقيدتنا بهم تزداد وترسخ ونتبعهم في علومهم هذه مساله مهمه الان اكو بعض من غير الشيعة هؤلاء يعتقدون ان رسول الله صلى الله عليه واله معصوم في تبليغ الاحكام فقط وانه في القضايا العاديه قد يخطئ والعياذ بالله ويرون روايات انه في مساله تابير الناخل مثلا اخطا وقال انتم اعلم بامور دنياكم زين الانسان اذا اعتقد بهذا الكلام والعياذ بالله ان الانبياء يخطئون في اعمالهم غير تبليغ الاحكام الشرعيه فمعنى ذلك انه لا يتبعهم، زين هو بشر يخطئ. لماذا انا اتبعه فيما هو فيه الخطا؟ ويفتح باب الجرأه على الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، كل شيء ما عجبنا نقول أخطأوا في ذلك، وبعدين شوية شوية هذا الأمر يجر أنه إذا أخطأ في قضايا أخرى لعله يخطئ في الأحكام، وأيضا في الأحكام على كل حال نحاول مثلا أو يحاولون التملص عنها، لكن الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هذه الاسوه ليست خاصه بالاحكام الشرعيه فقط لا في كل شيء الكلام في مطلق لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اذا ترجو الله يعني ثوابه وترجو اليوم الاخر يعني الجنه فحينئذ يجب ان تتبع رسول الله في كل شيء سواء كان من الأحكام الشرعية أو من الأمور الدنيوية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كما في نهج البلاغة فليتأسى متأسم بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة يعني إذا لم يتأسبه به لعله يهلك لعله يترك واجبا يرتكب حراما ينحرف في العقيدة وهذا يؤدي بالنتيجة إلى أنه يصل الانسان الى درجه والعياذ بالله يقول ان الرجل لا يهجر فاذا نحن اذا علمنا بمقامات الانبياء مقامات الائمه انهم بشر بشر لكن الله فضلهم بشر يعني هم لحم وعظم يحتاجون الى ما يحتاج اليه البشر من طعام من زواج ويتالمون بما يتالم به البشر لكن الله سبحانه وتعالى فضلهم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي الله سبحانه وتعالى فضلهم التفضيل بالعلم التفضيل بالعصمه هذه تفضيل من الله سبحانه وتعالى لهم التفضيل بالمقام انهم هم انبياء او ائمه ونحن لسنا انبياء ولسنا ائمه الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء، ألهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولم يوحى إلينا وإنما أمرنا بأن نطلب العلم طلبه. أنت تطلب العلم تدرس تحصل شيئا من العلم، أما بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة الله سبحانه وتعالى ألهمهم وأوحى إليهم، علمهم ما لم يكونوا يعلمون، فعلمهم لدني، يعني من الله سبحانه وتعالى. زين اذا احنا علمنا ان الانبياء والائمه هكذا اتباعنا لهم يكون اسهل. مثل واحد يسال انه احنا نعتقد بالله، زين ليش نعرف صفات الله؟ لماذا يجب علينا ان نتعلم صفات الله بانه مثلا الله سبحانه وتعالى قادر، عالم، حي، مريد. صادق وما إلى ذلك من الصفات الثبوتية، وأنه منزه عن الأمور التي يجل عنها من صفات الجلال كالتركب والجسمية وما إلى ذلك، لأن الإنسان إذا ازدادت معرفته بالله سبحانه وتعالى، هذا زيادة علم ونتيجته صحة عمل، والذين ينحرفون عادة انحرافهم بسبب عدم معرفتهم. بالله وعدم معرفتهم بأصول الدين. لذلك أصول الدين لها موقعية هامة في الدين الإلهي. فإذاً احنا نعلم بأن هؤلاء هكذا الله سبحانه وتعالى فضلهم فنتبعهم في كل ما يقولون، كل ما ثبت في كل ما ثبت أنه قولهم. يقول الإمام الصادق لابي يحيى الصنعاني ان لنا في ليالي الجمعه لشانا من الشان. الرائق بيقول الشان الحال والامر الذي يتفق ويصلح ولا يقال الا فيما يعظم من الاحوال والامور وتنكيره للتفخيم. وقوله شانا من الشأن هذه للمبالغه يعني تعظيم هذا الامر لذا الراوي علم بان هناك امرا عظيما في ليالي الجمعه لذا سال جعلت فداك وما ذلك الشأن قال يؤذن لارواح الانبياء الموتى يعني الله ياذن لهم الانبياء الموتى عليهم السلام وارواح الاوصياء الموتى الائمه الماضين وروح الوصي الذي بين ظهر نيكم يعني الوصي الذي يعيش في بينكم وهو حي يرزق. زين يؤذن بها بماذا؟ يعرج بها الى السماء حتى توافي عرش ربها، يعني تصل اليه. فتطوف به اسبوعا، يعني سبعه اشواط. وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين. ثم ترد الى الابدان التي كانت فيها، اما الوصي الحي فترجع الى هذا الجسم العنصري. واما الانبياء والائمه الموتى فترجع الى الابدان المثاليه كما ذكرنا، فتصبح الانبياء والاوصياء قد ملئوا سرورا، لماذا ملئوا سرورا؟ لان الله عندما يتفضل على انسان هذا يفرح، يقول الله سبحانه وتعالى في سوره يونس، يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليه اليك حول اهل الجنه الله سبحانه وتعالى يقول: ولقاهم نظره وسرورا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم او ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير يعني الجم الغفير الجم شنو هو؟ يعني الكثير. الغفير شنو هو؟ يعني من الكثرة بحيث انه يستر الأرض، يقال مثلا بالنسبة لمثلا جيش عرمرم طويل عريض يقال الجم الغفير. لماذا؟ لأنه يستر الأرض التي يمشي عليها. والجم الغفير ويجوز إضافة جم إلى الغفير، يعني إضافة الموصوف إلى الصفة. في الحديث الثاني أيضا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول ان لنا في كل ليله جمعه سرورا قلت زادك الله وما ذلك يعني الله يزيد سرورك شنو ذلك السرور قال اذا كان ليله الجمعه وافى رسول الله العرش ووافى الائمه معه ووافينا معهم من الائمه الماضين ووافينا معهم يعني الائمه الاحياء فلا ترد ارواحنا الى ابداننا الا بعلم مستفاد يعني علم جديد ولولا ذلك لانفدنا يعني شنو؟ يعني وصل علمنا الى عل علمنا الى درجه لا يزداد بعده وقد ذكرنا ان علمهم لا ينفد بفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني شنو؟ يعني باستمرار يزداد لان العلم لا حدود له ولا نهايه له وايضا حديث اخر هو آخر أحاديث هذا الباب، أيضا بنفس هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما من ليلة جمعة إلا ولاولياء الله فيها سرور. قلت كيف ذلك جعلت فداك؟ قال إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه واله العرش، ووافى الأئمة عليهم السلام، ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد. ولولا ذلك لنفد ما عندي يعني وصل إلى درجة ينتهي ولا زيادة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بهم وأن يجعلنا من الأتباع والموالين لهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.